احتفلت قطر اليوم باليوم الوطني الذي يوافق 18 من ديسمبر من كل عام. وللعام الثالث على التوالي تمر الذكرى مع تواصل الأزمة الخليجية في ظل مخاطر أمنية وعسكرية متزايدة، لكن ورغم هذا فقد استطاعت الدوحة تحقيق إنجازات مهمة على مختلف الصعد. هي طائرات سلاح الجو القطري في سماء الدوحة تستعرض قدراتها أمام المحتفلين باليوم الوطني للبلاد، يوم حمل شعار المعالي كايدة، أي المعالي شاقة وصعبة. هذا ثالث عام تمر فيه ذكرى تأسيس قطر في أجواء خليجية ملبدة، والحصار الذي يفرضه الجيران لا يزال قائما. الدوحة تقول إنها تكسب الرهان بأبواب مشرعة للحوار دون شروط ودون مساس بالسيادة، وباقتصاد مزدهر لم يتأثر، وبمشاريع في البنى التحتية والمشاريع الرياضية تنجز وفق جداولها المحددة. أما العلاقات الدولية فتتوسع باطراد، وتنعكس صفقات اقتصادية وعسكرية تتمثل في هذا العرض العسكري. ذروة احتفالات قطر بيومها الوطني تكون من خلال هذا المسير الذي تستعرض فيه القوات المسلحة القطرية جاهزيتها، بالإضافة إلى أحدث وآخر صفقات التسليح الخاصة بالقوات البرية والبحرية والجوية. الشارع القطري يرى أسبابا كثيرة تدعوه للاحتفال بإنجازات كبيرة في ظروف غير عادية. بالنسبة لنا يعني كأشياء كثيرة، يعني بالنسبة لنا هو شيء عيد الاستقلال، هو يعتبر وفرحة حق كل مواطن، يعني نشارك الحكومة والشعب فيها. كلنا متماسكين، أسرة واحدة، عائلة واحدة، ما في أي اختلافات. الأزمة ما أثرت علينا، الأزمة ما أثرت علينا. القيادة الحكيمة موجودة في البلاد وهم متصالحين وبين كلنا أخوة، والحمد لله. قطر تبدو مطمئنة لما أنجزته خلال أعوام مضت، تاركة الحصار خلفها ومبقية أبوابها مفتوحة أمام دبلوماسية الحلول دون استعجال. سلمان النجار، العربي، الدوحة.